عليكم، معكم زكريا مزراعي، اخ لاعب يوسف مزراعي، لاعب منتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعه. اللي بهذه المناسبه كنبغيو نباركوا ليه التاهل ديالو لدور الربع، وكنتمنوا ليه ان شاء الله حد موفق امام منتخب البرازيل في دور الربع النهائي. وهذا شرف لنا كبير. يلا قولي. توكلنا على الله بابا بالحلينا ويجيب لينا الكاس العالم وبالحلينا ويزي السلام عليكم، كيف داير ودي بيلال؟ بخير، الصحة، لاباس عليك؟ كيف داير انت؟ بخير بارك الله، الحمد لله. كيف داير المنتخب الوطني، اللاعبين، الطاقم؟ الحمد لله، شرفت الكرة المغربية في هذا الكاس العالم. جميع المقابلات الحمد لله كانوا في المستوى، والمجهود اللي درتو الحمد لله من بداية من كاس افريقيا وبدات التدريب ديالكم الحمد لله خدت نتيجة ايجابية، وتنتمنى لكم المقابلة ان شاء الله بحول الله ديال البرازيل يكون واحد التركيز، نطلبوا تكون واحد التركيز في المقابلة وما تسرعوش، وان شاء الله تكون واحد النتيجة ايجابية ان شاء الله بحول الله. تنشكروا جميع الاطر، جميع الطاقم ديال المنتخب الوطني وجميع اللاعبين هذا المجهود الجبارة، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم خويا بلال، بخير عليك على الامور، كنتمنى لك تكون بصحه جيده انت واللعابه والطاقم ومدرب سي هشام دري. الحمد لله على النتائج اللي قدمتو خلال الكوب دي مون، وكنتمنى لكم التوفيق في المباراه ديال كونتر البرازيل، ان شاء الله تحطوا واحد النتيجه ايجابيه لما لا تاهلوا للنصف النهائي. السلام عليكم ورحمه الله، خوتي معكم محمد امازال، الاخ الاكبر ديال اسماعيل امازال. كنتمنوا من المنتخب المغربي ان شاء الله يحقق لنا نتيجه ايجابيه نهار الحد ان شاء الله مع المنتخب البرازيلي، وعلاش لا ان شاء الله نصعدوا الدمي فينار. والدراري الدراري اعطونا في الماتش، جيبوا لنا الماتش. بقالي مسرار كنيه اشرف اسماعيل كلشي، عطينا غارديان حتى هو يزير لنا الصمت. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان. كنتمنوا المنتخب المغربي الفوتسال هاد سعيد نهار الحد كونتر المنتخب البرازيلي، وكنتمنوا ان شاء الله يتاهلوا للدومي فينال. اي بون كوراج. ربي ربي يا ربي تبارك وتعالى اتربح يا سيدي ربي، اكني شنش ربي اكني صفر ربي، تبارك الله على النمره 10 ورا اشرف سعيد، تبارك الله على الشباب كلشي المغاربه ورا الدقيق. تنقول هشام والفريق الوطني خصهم يثقوا براسهم لانه فريق قوي وتيلعب مزيان، وتنطلب من الحارس ما يبقاش يتسرع شويه، هي يركز، راه حارس زعما راه حارس ممتاز، هي ما يبقاش يتسرع ويجرب يدير داك التدخلات ديالو اللي ما صالحاش للفريق. العائله الدقيقه راه فرحانه وجميع المغاربه فرحانين بهاد النتيجه، وهذا سميتو كلشي فرحان الحمد لله. الحاجه فرحانه بزاف، هي اللي تنبقاو حنايا مخلوعين تنقولوا عندك في تقلق ولا شي حاجه، ولكن الحمد لله فرحات واللعابه فرحونا وفرحوا المغرب وفرحوا جميع المواطنين. رساله مفتوحه باسم عائله الدقيق لكافه الشعب المغربي، ونتمنوا الفوز للفريق الوطني، ونتمنوا يمشيوا بعيد ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم، انا محمد بومزو، اخ ديال البطل ديالنا السي عثمان بومزو. هذه الرساله كنوجهها للفريق الوطني بالخصوص الطاقم التقني سي هشام الدقيق والمساعدين ديالو، كل واحد باسم ديالو. كنشكرو بزاف، كنشكركم على المجهود ديالو، كنشكرو على الثقه في النفس اللي عطا اللعابه باش عطاو باش خلاهم يعطيو داكشي اللي عندهم، ومازال ان شاء الله غيزيدو يعطيو. نشكركم بزاف، وان شاء الله قمعتونا اننا انكم توصلوا بنا للمراحل اكثر من هذا الشيء. حنا ما ولينا طامعين في الكاس، دابا ضروري خصكم ان شاء الله تزيدوا تبدلوا مجهود كثير، والبرازيل ما غاديش تخلعنا. نتوما تبارك الله عليكم، كنشوف اللعب ديالكم مقارنه مع الفرق اللي تنقولوا حنا فرق اوروبيه ولا فرق عالميه. نتوما تبارك الله عليكم عندكم مستوى جيد جدا،
وعندكم مازال عندكم مازال الجعبه ديالكم عامره والله يسهل عليكم وكنتمنى نكون منكم المزيد في حد ذاتكم. نتوما اصلا راه وصلتوا لواحد الانجاز كبير 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 كنشكركم عليه وطمعتونا كما قلت لكم كنتسناكم ان شاء الله اكثر المزيد والمزيد. محمد على سيدنا محمد كما بارك سيدنا ابراهيم في العالم انك عبد المجيد. انا من عائله انا ام عثمان ومزو الله يصلح بي انا غندعي معاهم ان شاء الله باذن الله. الله يجرب يعاونهم يحفظهم يسترهم يسترطرقهم الله يجرب يسدد رميتهم الله يجرب يشجعهم ينصرهم ان شاء الله سيدي ربي تبارك وتعالى. فمن توكل على الله فهو حسبه توكلوا على الله توكلوا على الله ربي يحفظكم ويستركم ويسترطعكم يا ربي يا ربي يا ربي يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا ربي سدد رميتهم يا ربي سدد رميتهم يا ربي سدد رميتهم يا ربي ارفع درجتهم يا ربي ارفع درجتهم يا ربي احفظهم واسترهم واسترطقهم يا ربي يديهم في النجا وبهم في النجا يا ربي رحنا كندعيو معاكم ليل ونهار الله يصرف ينجحكم ان شاء الله وتجيو فرحانين ان شاء الله وتجيو تلقاونا فرحانين بكم ان شاء الله وحنا فرحانين بكم وحنا راضيين عليكم كما غادي تسمع على الارض حنا راضيين عليكم الله يعجل ربي ورضات الوالدين تبارك وتعالى يحفظكم ويستركم ويسترطقكم الله ينجحكم الله ينجحكم الله ينجحكم تبارك وتعالى. تحياتي للريادي الاول صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله وتحياتي للطاقم التقني الذي يشرف على النخبه الوطنيه برئاسه السيد هشام بقيق ولا تفوتني الفرصه. تحياتي للسيد رئيس الجامعه الملكيه الفوزي القجع ثم الاسود ثم الاسود فانكم من خيره شباب افريقيا والعالم العربي انكم ابطال افريقيا مرتين وابطال العالم العربي مره فإن لا ينقصكم شيئا عن المنتخبات العالمية إلا الثقة والعزيمة والتوكل على الله ونحن معكم وندعو لكم بالتوفيق إن شاء الله. معك حبيب خالد كرعي تتمنى المنتخب الوطني ديال الكرة المصغرة يكون إن شاء الله في مستوى وديما راه في مستوى وإن شاء الله يكون في الماتش مع البرازيل ولا يربح إن شاء الله. وحنا عندنا ثقة كبيرة في سي هشام بقيق لأنه راه ماشي مدرب على بالصدفة كان تلعب في كره مصغره ولعب معنا ان شاء الله ونتمنوا له كل خير. هذاك رجل جيد ممتاز بصراحه. وخالد نتمنى له ان شاء الله مسيره موفقه في الكره. السلام كنشكروا قناه الفجر كنسلم على ولدي خالد الله يرضي عليه ويسهل عليه ويعاونه وكنشكر هذا الطاقم التقني كله اللي صار على على الفوتسال وكنشكر الشيخ هشام دقيق له الشكر الجزيل وكنشكر السي فوزي القجع الرئيس ديالهم بالفضل ديالو باش وصلوا الدراري لهذا الشيء وكنتمنوا لهم التوفيق والله يسهل على وليدات المسلمين الجميع وليكيب كلها ديال الكره الله يعاونهم ويسهل عليهم وعلى درجهم ويحفظهم. الله يسهل عليك خالد وليدي والله يرضي عليك والله يحفظك وينجيك والله يرضي عليكم كاملين والله يسهل على سي هشام اللي علاكم وبلغكم لهاد البلاصه. السلام عليكم كنبغي نسلم على خويا خالد كرعي وبغيت نقول له بون شانس لهاد النيفو اللي وصلوا ليه اكوز لي استراتيجي وليكيب ديالو. سي لا بروميير فوا كو غنشوفو ليكيب ناسيونال دو فوتسال سي كاليفي الكارت فينال وان شاء الله بوكو با الفينال ويديو الكاس والله يسهل عليهم. اسم محمد ولدي الله يرضى عليك والله يغطيك بالرضا والله يعلي درجتكم ان شاء الله والله يعاونكم. هادشي اللي وصلتوا ليه راه ماشي ساهل ونطلبوا على الله مازال ان شاء الله تزيدوا توصلوا اكثر من هادشي ونطلبوا على الله في النجاح ان شاء الله. الله يوصلكم لداكشي اللي كتمنوه الله يوصلكم ليه والله يعاونكم. نطلبوا على الله تعالى وتبارك يعاونكم وهادشي اللي وصل ليه سي محمد راه بالمجهود ديالو لونطريما كيمشي لونطريما اللي ما عندوش لونطريما في القاعة كيديرها هنا في الدار في الغابة فهذا ونطلبوا على الله يعاونه هو وجميع الوليدات المسلمين كاملين الله يعلي درجتهم الله يعاونهم. الله يرضى عليك ولدي انا كنسلم عليك وليدي والله يسهل عليك والله يعاونك. راه ولدي الله يرضي عليه راه كان عنده واحد الموهبه من الصغر ديالو ديما تلقاه يدخل للدار يلقاه جمع المخاد ويدير الرياضه عليهم ماشي فين غادي ولدي مشي ندير الرياضه راه وصل لهاد البلاصه ولهاد المرتبه ولهاد الدرجه اللي فيها الحمد لله. راه انا راضيه عليه والله يسهل عليهم والله يقويهم الدراري ديال المنتخب كاملين الله يوفقهم الله يسر عليهم كلشي فرحان والجيران تيباركوا لينا وفرحانين بزاف 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 بزاف
والله يغلبوا غدا ان شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي يخرجوا رابحين ان شاء الله. تبارك الله على الرجال، راكم قد المسؤوليه، تيقوا في ريوسكم، تستحقوا المربع الذهبي. الله ينصركم الله ينصركم. السلام عليكم اخويا خالد، كنتمنى لك التوفيق و تجيبوا لنا الكاس بخير وعلى خير، وكان كنوجه التحيه لليكيب ديالكم ولسي هشام دقيق، والله يحفظكم. وشي تحيه من عائله كره المنتخب الوطني المغربي. مدرب ماشي عطى لك صوصها، هذاك المدرب ديجا داز في الفوتسال وكتغير على الكره، وتنتمناو الناس المقيمين على هذا سميتو باش يتهلاو فيه مزيان. هذاك الدقيق راه راجل طيب ومزيان، ونتمناو لخالد مسيره موفقه والجميع ديال ليكيب ناسيون ما شاء الله افرحونا والله يعاونهم الله يسهل عليهم.